النشرة الرئيسية نقدمها لكم من قناة جيل دزاد. مشاهدينا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بداية وفي شأن الصحي، وتزامنا وفتح الحدود مع دولة تونس هذا الجمعة، وضعت لجنة كورونا توصيات صارمة تفاديا للعدوى بفيروس كورونا. تفاصيل هذه التدابير في سياق التقرير الآتي لإدريس حدوش. إجراءات احترازية صارمة وضعتها الجهات الصحية عبر المعابر الحدودية التسع مع دولة تونس تزامنا وإعادة فتح الحدود هذا الجمعة، تفاديا لنقل العدوى وكبح زحف متحورات كورونا الجديدة. والله على بالك باللي عندنا احنا نفس الوسائل الوقائية اللي استعملناها في الحدود الجوية. نظن باللي راح جميع اللي يجي داخل الجزائر لازم يكون تكون عنده بي سي ار للمدة تاعها اقل من 48 ساعة ولا اقل من 72 ساعة. وهذا لازم تاني يكون باس ولا ما يكونش فاكسيني. لسه الإجراءات اللي يديروهم في الحدود الجوية هي اللي راح يعمل بها في الحدود البرية. خبراء صحيون يوصون بضرورة احترام البروتوكول الصحي المعتمد على غرار احترام التباعد الجسدي وارتداء الكمامة، خاصة في ظل عودة ارتفاع إصابات كورونا اليومية. صحيح اللي ممكن نقدموها للمسافرين هو نقول لهم بأنه يلتزموا بالتدابير الوقائية، يكونوا ملقحين أولا، يتفادوا الازدحام في والأماكن المغلقة، كذلك وضع الكمامة في الأماكن المغلقة والفضاءات اللي ممكن تعرضهم للخطر رغم أنهم ملقحين ورغم أنهم يعني معافين، ولكن تبقى احترازات واجبة. لماذا؟ لأننا في جائحة عالمية والفيروس ما زال موجود، والبيانات الصحية للدول الآن بعض الدول خاصة الأوروبية تشير إلى عودة الكوفيد بقوة. وبين التوصيات الصحية والتدفق السياحي المتوقع بعد قرابة 3 سنوات من الغلق مع الجارة الشرقية، تبقى الحيطة والحذر وكذا الوعي الصحي ضمانا بيد المصطافين تفاديا لأي عدوى فيروسية مرتقبة. في موضوع ذي صلة، عقد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد لقاء تقييميا مع مدراء الصحة للولايات ومسؤولي المؤسسات الاستشفائية التابعة لها عبر تقنية التحاضر عن بعد، شدد خلاله على أهمية تحسين ظروف الاستقبال للمرضى وذويهم. الوزير بن بوزيد ووفق بيان للوزارة أمر بتسريع وتيرة الإنجاز بالولايات التي عرفت نوعا من التأخر تطبيقا للتعليم التي تتضمن جدول ولوحة الإنجازات لكل ولاية، كما استمع إلى جملة من التوضيحات والشروحات قدمها المدراء الجهويون حول مدى سير برنامج مشاريع مصالح الاستعمالات الطبية الجراحية والعيادات المتعددة الخدمات وتلك التي تم استحداثها إعادة تهيئتها. في موضوع آخر، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن مقترحاتها لتعديل قانون المرور لضمان تحسين نظام الوقاية والسلامة على الطرق. وأكد رشيد غزلي نائب مدير السلامة على الطرق في المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة دعمت الإصلاح الكامل للقانون الساري بشأن السلامة على الطرق، وقد تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة العدل لمراجعة هذا القانون، مضيفا أن عدة توصيات تمت صياغتها من قبل المديرية العامة للأمن الوطني وإحالتها إلى اللجنة المعنية. اقتصاديا، نزل سعر الأورو إلى أدنى مستوياته عالميا منذ أزيد من 20 سنة، سقوط يرى فيه الخبراء بابا إيجابيا للجزائر لاعتبارات تتعلق بالاستيراد وارتفاع أسعار المواد الطاقوية. يقول حسين ديدي: لأول مرة منذ سنوات سقوط حر لسعر الأورو وتساويه في البنك مع الدولار، انهيار في العملة يرجعه الخبراء إلى الأزمة العالمية الروسية، وكذا تحول لغالبية رجال الأعمال نحو العملة الأمريكية.
تراجع الأورو في السوق الدولي يرجع إلى أساسا إلى أسعار الطاقة، ليكون أوروبا عندها عجز تاع الطاقة يساوي 50%. الأسس باش تقيم عملة أي كانت عملة هي النمو تاع البلاد، النمو تاع أوروبا الأساس الأول. الأساس الثاني تنافسية تاع الاقتصاد الأوروبي بالنسبة للاقتصاد العالمي. العنصر الثالث ميزانية المدفوعات تاع الاتحاد الأوروبي. ورابعا ميزانية تجارية. لاحظنا كل هذه الأسس الأربعة في الآونة الأخيرة منذ الجائحة ومنذ 24 فبراير مع لاحظنا باللي النمو في أوروبا نقص، واليوم لاحظنا هروب المستثمرين والذهاب إلى الدولار. السوق السوداء ستكون في مأمن نسبيا من الانهيار الحاد للعملة الأوروبية، كون الجزائر على سبيل المثال للحصر غير منضوية تحت غطاء المنظومة العالمية. لا، الأسواق السوداء وحدها، لأن الجزائر ليست منضمة للمنظومة المالية العالمية للسوق العالمي. سقوط الأورو عالميا سيكون له أثر إيجابي بالجزائر بنسبة تفوق 60%، خاصة ما تعلق بالتعاملات الأجنبية في مختلف القطاعات وفق خبراء. راح يساعد الكثير الجزائر، لان ما يخفاش عليك الاستيراد تاع الجزائر 60% استيراد بالاورو 60%، بعد ما ينزل الاورو 26% راح الجزائر تربح 60% من الايرادات تاعها اللي حنا نستوردوا ما يقارب 31 مليار دولار استيراد، راح نربحوا 26% من 31 مليار دولار بالنسبه لعمله الاورو. لكن بالنسبه للدولار حنا نصدروا بالدولار البترول، لهذا حنا رانا في وضعيه مريحه ووضعية لا تمس بالاقتصاد الجزائري. سوق العملة على وقع صدمة حقيقية وسط توقعات باستمرار ذلك في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فما مآل التعاملات الاقتصادية الجزائرية في قادم الأيام؟ قال المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولات أناد محمد شريف بوزيان أنه تم تحويل أكثر من 10,000 ملف للبنوك لتعويض المؤسسات المتعثرة، مشيرا إلى أن الديون سيتم تحويلها لصندوق أخطار المشاريع، حيث بلغت القيمة المالية للتعويض أكثر من 17 مليار و500 مليون دينار. بوزيان أضاف خلال ندوة صحفية حول استكمال إجراءات تعويض المؤسسات المصغرة وتحويل حقوق القروض من البنوك العمومية إلى صندوق ضمان أخطار القروض أن فوائد الديون أرقت المستثمرين، والتزاما بتعليمات الرئيس بعدم متابعة الشباب المستثمر قضائيا تم توقيف هذه المتابعات مع كل البنوك. نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية جديدة لها حول حالة الطقس من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 9 ولايات. وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي برج بوعريريج، أم البواقي، تبسة، باتنا، سطيف، خنشلة، المدية، بسكرة والبويرة، مشيرة إلى أن صلاحية النشرية تبدأ من 3 زوالا إلى غاية 9 مساء. نهاية النشرة مشاهدينا، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.